وحوي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كلو كفايسيننا ساعد قيامها على مده على مده ساعد قيامها قيامها وان اغنى هي نكو من وحي كم تهي ورت انت انت شيغي وحا مهم ان اشغنو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ما كان النبي شغيت وتؤمن بالقدر شنتي ركن والاسرائيلي ee arkaan iimaanka lixda shan baa israaciye ilaahay malaa'ikti iyo kutubti iyo rusulshi akhri wal israaciye hadana waxa lagu soo cishay wa tu'mina ina rumaysid bil qadari khayrihi wa sharrihi culimadu waxay raadeen shan taash shada shay israaciye ilaahay qofku haddu rumayo inuu mid yahay uu jiro kuma adkeeyo inuu rumayo malaa'ikta dibaato badan malaa'ikta malaa'ikta rumaynteedu لأن رمية إلهي بعدك قفيون رمية الله جريتان كيسة من دي مدي سمانت ولي بخاصة عصر غني عصر الحاد برا عصر جي إله ديد كان الله سبحانه وتعالى وعصري إن وحن 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 تركوبي أن مالو داخلنا وحا كم بدا بودنا كدان مارك لنا هذا بقول كي بس ديد يا سكاشا ناك تدكو إلهي من رمية سكاشا دي سديد وحالة تو بودنا كنا فردنا يكنا ده دينتو مركي فاليرادة اللقيبية سديد بلغردك فالرك كوا محاكوا محالبا كوا محاسد حديث وحنا قط كسديدات وحوضا بيقف كف كلامه كوا ما فالرك كوا ما وحكم إذا وضنا ذا ياب كله وضنا ذا أت كهرمر هو قاري نيوزيلاند وده كلامه كله نيوزيلاند وده كله هذا وحاله دي يا رميسن إن ليس هو ساري دونه مسي قاري بقول كي بس سجاشن يا سجاه آخر إني جرت بقى عصري يعني ما عصري عادي عصر قالنا الله هو عصر الإلحاد دتك وحيهم بقول كي بس عشان دت قالا قال ماها نبي جديدا شريتان كلا بديتين مركا مشكلة هو هذا بين هذا إنه رمائي وحويان وإنه إله رمائي مشكلة الله بعد كحكت إنه رمائي ومحي وآخره إنه آخر رمائي إنه يسوع سالي دونه ولذلك القرآن كما كما كأو في رجتين كسود دقي النبي قال تذكر محله قال عني إلهي يا آخره يكون محيد دنايين إلهي بامضة يمحيد دنايين آخر الله صاريا وحده كريم ما يلعن آخر الله اسمه صاري كريم ولذلك مركو أيمي دف موسى فرعون عليه السلام نبي موسى فرعون محو فرعون ديدي إنه إله ساكسر يجرو لب محو ديدي إلا يسوس سارين فما بال القرون الأولى بول تذكر هر هالكين بريم تذكر الله سوء علم بدم خنقر على سبب كيد لما سوء علم عاص ابن وائلنا ونبي محمد الله نوران صلى الله عليه وسلم محو سوق هذه محو سوق هذه إن مارته لحد ما تي لفيه يجي رميم نقول سوق هذه حول وريا أنت زعمه أن ربك يبعث هذا تصوير موحد شجع سا إنه إلهه نبي محمد سو ساري دونتن صابور تقيا وهي رميم نبي عمر كان محوكي صلى الله عليه وسلم سبوح ربي إنه ده هذا لما سو ساري لحظة لما تي نبي محوكي يبعثك الله إلهي عديك أو كسوس أري ويدخلك النار نار تنو فجريني وعاصم بن وائل معناها عاصم بن وائل قالني ما تقول لي من وين ما إسلامي صدقه إلهي النار تنو فجرينا ديا إلهي نقرأ كسوس أري وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلهي وكجاوح يقول يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم مركا ومسألة ليرو وقتي أنا هي سنبك إن شاء الله لكن واحد نقول جداون ملائكته يا كتبته يا رسوش الرومين تيد واحد كوحد أنت إله رومين تيس ياخره قفضوا الله الرومين وميديا هي وجره وحكى له سهل لكن مسألة ده كله خطر نقول نسوا محي ومسألة ده الرومين قدرك ولذلك بإله يقول وصار النبي وصار وتؤمن بالقدر حتى قرآنك وحي إسراع يا شن تاكله قدرك أنه قوني بوشاك قرآنك ليس البر من آمن بالله ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى المشرق ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وعلى سكوت رأيتها لكن قدرك إلهي هذه جر قوني بوشاقة ما قدرك قوني لو وشاقة إخواني في الله قدرك هو مسألة خطرة وأنا مسألة مهمة ومسألة خطرة ودتك كل من عبد القادر الجيلاني رحمه الله وحيري الخلق كلهم ضلوا في هذه المسألة خلق قد ما انتوض وكل من مسألة ده إلا أنا رحمه الله أنيقة فتح الله لي نافذة داقض بإله إفريبوري إلهي داقض بإفريبوري وأنك أركابوري قدر كمركان معنين كو أبو حنيفة رحمه الله محوري قدر كمحوري وضب نكتابته وقبني وضب
نك تابطاي وجبنايا تأهت البشرية بين أدك ويكلوا من قال مسألة قدرك ما حي نقد يا مركعة لبق ولا أكل بحال وين قالوا وحدا مسيرين بالليل هذا وحدا إلهي كونك وأبوري دت كنا جنية النار بوكلا تلقى لي أدون هنا ومسرحيات وروايات وتياتر بس نقوى كل واحد يذهب إلى جنة والنار وإلى بس قري قال الله معلم قفك بني هذا كوالا وتابع هذا مسير قال الله بعدنا دين عكلي تجان محيدا قال الله سنة وح إلى هاي قري مجرد ها وح إلى هاي وجه هنا مجرد وح إلى مكة مع دعي قفك بني هذا كشقادة أو قبطة أو مجنة كتاي نار نكتاي قفك سجى قد حدد يمسير كيسة لأن لم يحدد يمسير كيسة والله بطرف حقيقة مركا جيت هلا والله بطرف طرف وراح يساعده مركا وحال الربع قدر كمركا أن 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 أخرينه أفر مسألة ذو وين نده قاينه وأنا مسألة خطيرة صاين الشيء كوه وين قاينه إلهي سبحانه وتعالى إنه أدوك وحكد بعيا أردن إن تون أبوري كهر وأجادي وحد دعيا سي ودعيا هو أجادي وإلهي ما وعلم ما علم ما يقع كيف يقع متى يقع أين يقع هو ذو أجادي علم علم سو بكرم عليه علم هو أجادي بروك أجادي علمه المحيط وأنه قد أحاط بكل شيء علما إله علم جيسو سبحانه وتعالى ما هن علم زمنك يا مكانك يا حريان هذه علمك وحاك شلنا وحاكوتها شري ما أنت المحاكوتها ما أنت بريت المحاكوتها بريت ولا كون سنة كديم محاكوتها كون سنة بقول كون سنة بقول كون سنة إله إنه حاسم ما بجرام أكتسه وزيره إلى أكتسه وزيره منك استقد مجرى حب جرى إلى أكتسه كل شيء عنده لا زمن ولا مكان زمن ما إلى أكتسه هذا زمنك مجرى وح كسبه أركيا وش نعيا أتقوى يا بيا أوكي وكو تاسم وكو علم ما يقع ثم مرحلة الأولين قدر كيف تجري الأمور وقال وقدري قدرك ما وجانجو يدي قف عادي دولد عادي أكله كتر كسنة سوسة عتان جانجو ينادونك سود عيان سودك وسع عني أوكي والدولد يا رب سكينة تريد الله إنه إلهه بقدرين ماي إلهه نو قدر كيف يمشي الكون سوكم كانوا سعندونا إلى يوم القيامة مركو قدر محيري أول ما خلق الله حزكمها القلم إلهي وحيوه الرئي أبور محوها قلمك فقال له أكتب قرب قلبك كيري فقال ماذا أكتب محان قراول قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم ساعته وحول الدنيا كدعي قر إلا قيامه كدعي فجر القلم تلك ساعة قلنك ساعة دي بورتي وحكا سوى دعي قري ولا جنقوي ما سوى الناس وما علم الله ثم قدر الله علمه علمه وحكو أغاديب وقدري وحكو بسول عيرا قدرك ودماته ثم قدرك مركا دماته وقدري وسمي علمه يقدرك وحكو ورجي الله محفوظك ورجي اللوح المحفوظ ووحوال با يكون دقيهين ايال الله قد دقي ودرجة ثالثة ودرجة دي صدحات الله محفوظ كما حكو يالا وحكو يالا كون كسوس عن يوردن وحكسه القرآن نبي يقول لكم عركته صلى الله عليه وسلم محول حتى سمعت سرير القلم إلا فكان قاب قوسين بقاري مركي سبد اللي جي محوم مقلي أقلانتي أو شقينا أدوك وحكرا عدر كل يوم هو في شأن إلهي ما له بشقه جرا وحا كون كنا عيوردن ماشي لقب مامولة يبو أكجو سبحان الله العظيم هل كابو قاري نبي يقول مركا ابو مقلي قلم كي او سودا قدرددد قريده قلم كي ليتو لي قلمات الى شهر زيرته الله اعلم مركا غشيد مارتي دولد وينو سدن كندا امريكا مركا غشيد ميل لو شقينايو ودا كورن لا شقينايو فريري ووحاني وو خاي سمي ورلسا فما بالوكا بخالق الكون كله كونك اودن ميشي لا ميموليه اله النبي غرسي صلى الله عليه وسلم او مقلي سر القلم مركا قلم كي او قري صدق ويان وحو قري افر علمي وحي قرنا والسو دادعي حقا لو سو دادعي وحا لو سو دادعي كون كيو وحا قعنت لقردي ملائكتي وحا كشقينيسي يا لو ديبي والوغيسي بط علمي بط بالوغيسي بط يا لو ديبي ملائكتها حيصا وقرنتها
اوكي ودرجه دي افراد قدرك الله فوسه لو سدعي waxaa lagu soo dhacay sijiltii malaa'igtu haysteen kii maartay kaunka roobka iyo masuulka ah Mikaeel intii buu haystay intii uu garanaya inta cirdi doonto say u dii doonto inta duufan dhici doona halkii ka dhici doonaan say u dhici doonaan intaa isagu haya kii nafta qaaday muxuu haya intii isagu haya kii afuufay nafta ku afuufay ee raxmiga la galo wuxuu haya intuu afuufay iyo intuu na afuufayn ee dhacaysay ee dhicis noqonaysay iyo intii soo dhaafisay iyo haya kii nafta qabana uu haya wax walba malag walba waxa loo dhibay sijilshiisi okay labada sijil halkan ta ku qoran iyo ta ku qoran isma khilaafsano laakiin waxba u dhacay hadana ilaahay muxuu leeyahay yamhu llahu ma yashaa'u wa yusbitu wa 'indahu ummul kitaab okay matalan qofka muslimka haduu duceysto hadii matalan hadiiska nabiga la yaruddu du'a ya yuruddu alqada illa ad-du'a qadar kugu soo socday waxa ka cilin karto muu nabiga du'o muxuu leeyahay nabiga sallam qadar ba soo dhaadhacay hebel buu ku soo socdaa qadarka anda du'aad ka geysay fayac talijani samada isku dirarayaan buu mid baadkan du'ada marka qarro ka adkaanaysa marka ba qadarkii cilin okay culimadu waxay dhaadeen sidee qadarkii u ba qornay si loo cilin hadiiska sheegaya maxaa loo yahay qadada sheesa yamhu llahu ilahi waxa uu doonayo u masaxa wuxuu qadarida iyo masaxa wa yusbitu wuxuu doonayna sidoo ugu tala galay iyo ku daaya wa indahu akti sana waxa taala umul kitab law mahfudhi oo isaga la taabsan waxa la waxa ku qalbata sado laakiin tii malaa'ikta loo dhiibay okay maxaa loo dhiibay malaa'ikta waxa laga leeyay matalan hebel hebel wuxuu ku dhimanaya 15 jir malaa'ikta haysta hebel hebel haysta malaa'ikta inuu ku dhimanayo 15 jir malaa'ikta naftu haya gaar buu haya 15 jir buu haya ayata shan iyo kutun gaadhay milixda gaadhu ku qabanaya saacad iyo daqiiqad iyo xadhab haysta waa duceysatay allahumma barik li umri wa atil umri silatu ruhin ba samaysay sadaqad ba la bixisay qarar bu ilaahay qaatay 10 sano appeal bu ku qabtay 10 sano iyo ku daray 10 sano ku daray 10 ka sano la maxfuuday ku qornayda isagu ma ogaa ina saa yeeli sidii ilaahay u ogaa soo socono okay malaa'igti oo xamaan qaadatay ba lagii baashki meesha ha basax maada 10 toban ku biirtay ka toban sano ayaa ku biirtay yamhu llahu ma yasha wa yusbit fi sijil al malaa'ika way waxyaala malaa'ikta sida way doosiyada malaa'ikta way wa indahu umul kitaab khas marka mas'alada ugu dambeysana waa ta akhiran mas'alad muhiima jirtay ikhwani fillah mas'alada muhiimka wax way hal ilmu llahi daaqidun am kaashifun mas'ala ajiba qadarka cilmiga ilaahay ma isaga ku qasbayo jannada ku gelinaya naarta ku gelinaya mise cilmiga ilaahay waxa tahay umbu sheegaya waxa noqon doonti umbu sheegaya jaash wa tawiye dad farabadani waxay ka dhigtaan qadarka waxay ka dhigtaan waxay ku cudur daartaa inay diinta kaga fogaadaan warsaladu ku markuu ilaahay hadeeyo yahay tukanaya okay dad farabadani ma jiraahdan arinta markii adduunyo tahay wariyaha he war shaqatak shaqan ku sahlay wallahi dharku xidhan ma isa shaqaha markuu ilaahay ii hadeeyaan shaqatay mu qoranay ma oranay adduunka ha wariya wa la soo dhigay cuntay ka soo kaca hey ma la dhigay soo kici cuntay cunay ma oranay ilaahay markuu soo kiciyo yaan cunay ma oranay soo kacay cunaya okay eeg lucubada waa filan laakiin markay salaad tahay iyo cibaado iyo hidaag wuxuu leeyahay markuu ilaahay hadeeyo lidalika hadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam arinta uu ugu cadooday umar bin ali ibn abi talib wiilkii oo sadaqo u ahaa oo maadalkana ahaayeen oo saxaabada weyn wuxuu soo siiyay tahabeen aqalkii Fatimo markuu rasuulku soo galay sallallahu alayhi wuxuu arkay Fatimo iyo Cali oo iska hurda nabigu ma jecla Fatimo iyo Cali inay habeenkii jeefaan wuxuu jecel yahay salaatu kadaan wuxuu keydii alaa tu salliya war miyana tukanin maxaa ni jeefiyay Cali markaa si kaftan u yiri markuu ilaahay nafteedu gacanta ilaahay ku jirtaa markuu ilaahayna dabciyana waa kacayna markuuna caajisiin waa iska hurdeyna nabigu kharaja min bayti wuu ka baxay aqalkiisa oo carisan oo leh wa kana al insaanu akthara shay'in jadalaha in aadan wax ka dood badan ma jiro wuxuu ahaa mid dood badan in aadan dood ilaahay buu nabigu baxay nabi sallallahu alayhi wasallam soo carisan yuu carade markaa Cali ibn Abi Talib inuu Cali afkiisa waxa ka soo baxa ma uma qalmo idan waxaan leenahay markaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ogaaday nin la yiraahdo hebel مثلا صحابتي سوق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان
مركو النبي محمد صاب وصادره إن إسلام يدونه هو قاضي حكوا قاضي له علم جيسا حد أن لهين فكتب علمه علم جيسي بقرأ وإلى هو قاضي مركو النبي محمد صادره إنه أبي جهل يا أبي لهب يا عاص بن وائل يحاصر الأمية بن المغيرة إنه جديد دونان وحو قرأ إنه قالوا نقول يا نار تقليان علمي يسيب أوقاتي أوكي ما أنت يوم القيامة إلهي هو لبادان ما أران مو أران كراء عمر إلهه علمي قاقا ناريكي ما أران كراء لماذا وحلم إنتهي تاسي وبساط يعني وحلم إنتهي مثلا إكزامل يا بساط ومثال يا معلن آدو حريفه معلن ماذا آدو إيقان كلاس مو دغا لباتن ارديا لباته كا اردي و خولا سو نولا 9 بلود ام 10 بلود و خو غرتي مع اردي و بسد و ياهي ماركي و امتحان كا قاديه بو اشاغي و خو دمان امتحان كا مريان خرسان كا امتحان كي با لمريا وزاره اني قاسان نغه ما قاديو وحاي ني شيغا سلك نقول نسين اردي هبل ي هبل ي هبلاي ي هبل وحاي كو باسيان هلكا و ريس اردي هبل ي هبلنا دح اردي هبل ي هبلنا هلكا او هوسسي intaana way dhacayaan imtixaankii baa la maray sidii uu macallinku sheegay noqotay macallinku markaa muxuu ku qartay khibradiisa ku qartay basiidka ah wuxuu u sheegay say kale noqon doonaan harday ardaydu aabood ka yiraahdaan aabo anuu ma dhicin macallinka ay riday uu isii sheegay ba macallinku waa khatar uu baa isii sheegay inaan dhacayo ki xariifkana u dhaado macallinku isii sheegayna inaan halka hor baasayo macallinka ay baasi aabo macallinka ma laga aqbali doonaa arintaas ma la ma aqbali ولذلك علم الله تبارك وتعالى وكاشف الضاقد ما علمي إلهي تو نققبتي جنات إنما جينيو علمي إلهي تو نققبتي نار إنما جينيو لكن وحويان علمي إلهي وحي نوصي شاقي وحي وحل بكل دمانا بسك أركيا سبحانه وتعالى ولذلك إلهي كما حسابين أن أركتدي نقابن وحن كو حسابين إله نمدي سبحانه وتعالى إيان كل حسابات رينا مركا الله تبارك وتعالى قدرك مركا ساس فضط وإن نفه أنه إيان يدنا مارتي عن أسوقات وضبينتي وحوين إخواني في الله فأخبرني عن ساعة ساعدة إيا أمارات كيغم حير كورينا ساعدوا إنا دعيسوا يوم القيامة لنمو أقو مركا دعيسوا حين وقوعها لكن إنا دعيسوا شكو مجروا لابد دليل بأنه يسالنا شكو مجروا قرآن خير نشعي إلهي إنا أبو ريب عيدي الدون كانوا أدمانيا مالهم أدمانيا سوء بلامي أدمانيا علمي فيسي جيسك إميكا وقدم بي وقدم بي وبحثت وقدم بي نبا وكو إسلامي بمال دويتم قرآن بالقرآن اهتديت كتاب بقري قرآن كاي هدي وكو إسلامي wuxuu ogaaday laba arimood oo yaab badan wuxuu ogaaday kaanku sidoo u bilaabmay inuu ku dhamaanayo kaanku markuu bilaabay waxa waxa jirta theoretical la dhahdo big bang waa bilowga kaanku meeshu soo u yimid quraankuna arinta u tilmaamayaa dadku waxay moodo wax gaalada baa awalam yara alladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma big bang waka كانت رتقا ففتقناهما إلهي بارك سبحانه وتعالى سائل أوكي كونكم مركز نوكم بلامي وحكم بلامي وحسكم ودجروها كدمنا وقرحي إلهي بقرحي سبحانه وتعالى وقرحي رضا وقرحي إلهي مركو قرحينا وحاولوا من شي سيبوا دقي أدعادي ضي حدي بوري وحاولوا سيبوا بورمين سابس كيين ويصعد عنا محي نايمك سدو كونكم أصعده وأصعده وحقال يا وحنا اتساع وبلارنا يا هرريو خسي بلارنا يا قرآن كنا وشيء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وهم بلارنا هذه جرّوا ضا بلار كأوسع ضاون بلار كصعون يا دنعيدا كصعون يا إذا أنتوا كصعود الجرلي وحجاري دون درجة وكصعون هذا انقباض إنه دنعيدا كسقيمة ده مرة بعض هذا عيا دبو قرحيا انفجار كلام عيا مركه دبو قرحة إلهي محور سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين سيدان كبلون بلوغي خلقك يقصوا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا تأوريقا في سيجسكي قرآن كو قرآن بإيمي كتغير سوء سعودان ويتغير وكو ميكاسي حساب حساب وسمي ماتماتيك وحوكا شقي دولكو أودورا laba duur buulay mar isaga isku duura marna adceedu ku duura ka uu isagu isku duuray waxa ka dhashay habeenkii dhalarta ka uu adceedu ku duurayna maxaa ka dhashay waxa ka dhashay afarta fasal sanad ka dhashay okay adceedu ku duuray ka uu naftiisa ku duurayo tanaaqus baa ku jira oo isnaaqusaya waxa intaas oo boqol sanaba
سجندا بحية أخيرا وحو يمن دونا وحو قاري دونا ونكاسي دنمرك مورا شاي وحو قاري دونا مال بو قاري دونا مركة او قارو كو قصرات هاي ديركو أسعود ما هنا إنو لك كلك صنو نكي مركو طاها لأون حي وحو يارو علماء دي فلق قوردان استرونوميقا واسكوي مادين جامعة دنمرك هوين والله لفر استودادكي والله رأي قارتي بقول من يتبال بقول واحد اللي قليل كمبيوتر ولا قش قي هذا هو حقيقة علمية وحقيقة علمية وصينسة ومين لقى مرأي نجري نكهي سقط دوقسن أي أيوة وذا الله كلمة مسلمة وذا المسلم يقول وحنا وح ما كنا شيء حديث ما شيء رسول الله ما هو شيء حديث رسول إن أدعية دورنا عي كذا عي سا عي كسو بعيدو تيوم القيامة كور ما دعي كريسو حديث صحيح شيء قال ومن علامات محيا الساعة أدعية دور ما شيء كذا عي سو أم بكسر نقن مرة بعض مر ما ما كم ذا أو كتوس يسوي نكوه كده ما نيو أو نكيو غاي صلاة لا إله إلا الله لا بدي شيء بس كبرت مر كأو حويان ساعدوا إن أي دعيسو علمي جوا نشجع ما أديها ما حكوا لنا نشجع قرآن كبر نشجع خوا ق وح وح كستوى بلا ما ورد ما نيو قيامه دعيا سؤال شو هذا بو حويان قيامه مر كأو دعيا محله وقراني عجيب نبيه يا حديثاته يا قرآنك في النشرة لبع على مدد على مدد وين وطبنا ومرك يحبذ بعد هدي تو إذا ليسو قيامين أدو سلوية يا على مدد يرير وسقر هذا نبيه قال لبع على مدد شجعيا طبعا شجعنا على مدد كواد شجعي حويا أن تلد الأمات ربتها إن دقد الدشوا سلامت الدشوا قبضوا أي دشوا أدونت أي دشوا سيد كي نكيلها أوكي محيطها يا مرك حديث كاس ربنا واحد لا لا معنا كجرا معناه كواد حويا إن الإسلام كجهاد لقلو فتوحات لقلو دمر لا 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 لقفاشو مر كأنا قفاش كاس أوكيانو إن قبلها سي قبل سي حرة أنت لقاتو الله أدون صدو وأوبد إدلان أوبد كاسينا ده يك أيدين سيد أقول نقدان وارو وحيز عن كاسر مايا معنا كلا سالم أنا ك معناها بقيلتو معناها كلا صار محي أنت اللي ذا الأمر مسكين توين عدشو كيس كله هوا محي وسب ما تنعرضه شالي توله سيد كوحه أباه يهودا ما أنت يا سيد المهل الله سيد صباح عم ماشى ملهنا جونه السيد هو الولد هو يو محضاني صعب هذا أول هو أب محضاني هو محضاني وحال رالي قلني أباه يهودا لكن اليوم وحال رالي قلني يوم حي وأبو حسن ولذلك أدونكو قالوا ما يلبو أجورا ما روح أجورا أنا كبري جهرة حقوق الوالد كان أدوين الإسلام كمسلميته يعني الإسلام كمان حقوقه أبا كان والله يصي، صح حقوقه نيكه ولا هو ينير حقوقه ضمك الله يسجليه، لكن ديت لقبوس القادم، دول كانان إيماني، أما أدو كيف مونديالتيش كي قبلش واحد عادي، حقوقه هواين ك الله قادم كي رجع هجيل جي جون الجي، حقوقه عيال كي أبتك كار الله قادم حال بابي، حقوقه والد حال بابي، وحويان واحد الحقوق العوراء وحنو قارن حقوقه إن إيش الله ويا حقوق إلا، بس مين قو حم قول بركة ساعة، أوكي ما أنت وحويان، المي ولا صبايا، المي ولا هالي قليا، المي وحضوني على الصينية. المهم كاب حسين إنه كاس العنين المهر اللي قلي إسلام كمرك أخر ديننا وحويان المهر ربى المهر دياري المهر حقي سوى ضصي لكن المه هو إنه هو يدي والدك وحق وهني إلهي بكم حيان والدك أوكي محمش عايف مرك أيام كسيدة ما المهر سيدة مسوبت ما بس سيدة المهر سيدة مرك هذه حقيقة علمية وين عارف أنت صدع على بعض ونبي وش عصبي أن ترى إن دركتي وتعجبكم الحفاتة كوي محي عجقنا العرات قاونا العالات فقرضها تباني رعاء الشاي أريق اللي جوغي شاري طول يتطاولون في البنيان ده بقى حديث كابري يهوري صحابة ده وحا لقم عني بصرئيو وحا لقم عني محانكو ده كوفئيو مقالوك سلاف وليسي ده تكون مركا معناها ايساريا صح ماهين لكن معناها صح دي ماتا واقع محادة واحدة حديث كوحو شاقيا واحدة التمدن المفاجئ dadku markay u ilbaxaan si maxaya si degdeg ah ayna soo marin jarjaro imiga ilbaxnimada kanada ka jirta ama maray ka jirta ama faransa ka jirta ama britaniya ka jirta UK ama ka jirta Europe waa xadaaro soo dhisatay 400 500 600 sano laakiin xadaaradu dubi ka dhisatay ka waran xadaaradu dubi ka dhisatay saxraa oo baan daraka ka ceen qofkii soo bedelay mentality qofka qofkii waa adjirkii qofka haqan هي قلبي ده حولي مشكلة جوجا جيل مشكلة جوجا لكن محوها استا عمارة صدم دوقة ميت كلو إسك جيل مشكلة جوجا أركي ولا الكيو عمارة رادي ستها بانك وتعال عبك سقاطنا أفرت مبرس يسقونا يتطاولون في البنيان ما تغيروا عقليا لكن تغيروا ماذا
بنيويا يتعجب مركا نبي صلى الله عليه وسلم وصورها يا وحياب لحديث كي وحكف وحأدوا يا وحويا بريور وحجري مطانها ماشي لقى قرحية ما هذا إن مريكك لقى يا غدرة مركا ده مال ماليزيا لبدي وغدرة أمريكا وحد استي دبي بعد استي لبدي باندرادات وغدرة أرتو واحد استي سعودية رياض بكرستي سعودي بق دبي بعرضه لا بكرر بستي إيمي كانوا واحد مغلي وريد بعرضه وحوري ميد أي ولي قد بإمارات كل سكرين وضع وكسي فوقاندون يتطاولون ماذا في البنيان أوكي كنا قوون شان يلا بعد سنة كور كنا قوون رشوة أما شلا سنة كور نقوون محيا هايين حفاة عراة عالة رعاشة حديث صحيح وين صحيح هايين حفاة عراة رقم رقت وحن أخري من دوت فتوى عجيبة شيخ صوماليا وعلماء دينيو وينادي الرئيس مقدشا يا سؤال ويديني وحالق لي يا شيخو سكدا مجين كرنا أرض الحجاز فقرد الحجاز سكدا صوماليا ملقين كرنا دينيتو محيكا قبطا شيخو مركب بحولي لبش لبكو جوابي وحكو قرية ها ولقين كرنا لبشي هدي اللي حلو هدي فقر اللي قوي يا صوماليا تذكر صوماليا هدي فقير اللي قوي حجاز ولقين كرنا لبو باهي الحجاز كجرتا إلو أرض الحرم كيه هذي آذو علوست هينا وإلا جيبه ده محللي ده باهدة طالعة معي هرجها يعوني جدا أري بعيس هيل يعوني هرجها يعوني جدا فقراء هاي مركب ما تناوح لو يدي علوم سعودية سومالي مجين كنا زي كذا وحين بعكس نقضي مركب ماشي عينك عشان يطلع فقر جاهي بالسكوت الرجاء يتطاولون في البيان مركب النبي طاول شيء صلى الله عليه وسلم مركب حديث كأوحى معنا التمدن حديث كي كله هك مارتي و أنا خلنا حديث كصدق هذا يسوي نفسهم ونفس الأركان الإسلام كي لكن لبش يمان كشاجنا سكان كبحنا بني الإسلام بضاع هل كان حاجة النبي اللي جيري ما الإسلام حاجة محار حديث كقرآن صدق هذا بني الإسلام إسلام كوه حالقو كرد يسوي على خمسين على دواكو على وسرين شن الرموت بالقود دول يسوي إسلام ك إسلام كوه بره وحال يسويه وح إلى هاي يسوي إسلام ك وقود دول يسوي شن وشن تي أركان الإسلام مركب بني هي أركان يا على وحصلنا واحد شجعنا إسلام كون إنه وياه وح كبر لعذن أركانتن تاس بمرتي حديث كان إنه مرتي جوا حكوا له كجرا حديث كان وقال كله الرسية رمضان كا يحج أركان الإسلام كون وقال كله الرسية كلا وحن لبهي لبدل كله لبهي صلاة وحكوا حق إلهي إيمانك وحكوا حقه وصلاة يزكو صدق لا لكن صانك إياه يحج كا نصوص توي كله الرسية سا نصوص في رمضان وي كله الرسية سا ما كان ناس كانوا يحوا الرسية حج كي ناس كانوا يحوا الرسية رمضان كي مركا الله بدأ ركني ولا كله الرئيسين كراو الموضوع حقار ليهن وحول النبي ومركو هلا يوحى ودوين إنه حشك يسودوه يعني وحج البيت كان يكلوا رمضان كورسينا إنه رمضان يسودوه يعني وتصوم رمضان أو مقتضى الحالة يتعي حال كمركا اللي جوجرو يا كنسني شيء كل مدة كورسينا لكن إذا كذا يو صانك إلى هيمك على صاره سبحانه وتعالى مركا الله بدأ على صاره وتعس مركا أنت صانك بحنا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير.